على قناتي. مساكم الله بالخير والصحة والعافية. اليوم راح نسوي لكم الكليتشة، كليتشة العيد، ولازم كل بيت عراقي يسوي هاي الكليتشة الطيبة. طبعا المكونات اللي راح نحتاجها هنا، طبعا التمر لازم الأساسي هو بالكليتشة. راح نحتاج هنا عندنا حبة السودة اللي هي حبة البركة، الهيل المطحون، وراح نحتاج هنا عندنا الخمرة، وراح نحتاج هنا الطحين، هنا عندنا زيت، وراح نحتاج الحليب، قليل من الحليب، وراح نحتاج هنا عندنا الحلقوم. هنا جبنا الحلقوم، وبعدين راح نضيف وياه الجوز ونخلي له قليل من الشكر. وهاي ثلاث مكونات راح نسويها وياكم خطوه بخطوه، وراح اشوفكم شنو المقادير وشلون راح تصير ويانا العجينه. ابقوا وياي اصدقائي. نجي هذا كيلو هنا عندي، طبعا انا اعجن كيلو بكيلو. طحين صفر مال المعجنات، طبعا هنا عندهم عده انواع من الطحين، اشكال عندهم انواع من الطحين. يعني خلينا نشوف هنا، ناخذ شويه من الشكر نحتاج، هنا عندنا من العقل راح نحتاج لل خمرة، هاي الخمرة مالتها اللي موجودين هنا بالمانيا، طبعا موجودة بالالدي. شوفوا حبايب قلبي، ملعقتين صغار مال زلاطة ونص، ملعقتين ونص نخلي. نجي هنا على الهيل، الهيل ناخذ مقدار الكيلو، هذا الهيل نضيفه قبض. نجي هنا على حبة البركة، أما تنعمل تكون الصورة واضحة عندكم، شوفوا حبايب قلبي، نص قبض حبة السوداء. تيجي تضيفون أكثر أنتم بعد مخيرين. هنا رشة شكر على مود الشكر يتفاعل ويا الخمرة وتطلع عندنا مختبره بشكل جيد. هنا انا عندي زيت راح احتاج، راح اخليها هسه طبعا الزيت. انا عندي باقي الفيديوهات انا منزلها، مسويها بالدهن الحار ومسويها بالدهن العادي ومسويها بالزبد، واليوم سويتها هاي الطريقه اسويها اليوم بالزيت عندي. فهاي خلطت عندنا المكونات اللي ضفناها، وراح نجي هنا مي قلبي قطعتنا الحليب راح اخليه اني بالاخير. شوف العجينه اول مره بالكوب مال الزيت اللي ضفناه، راح نشغل الماكينه ونخليها تعجن واشوف شلون العجينه راح تصير عندي، وبعدين راح اشوف ايش قد تحتاج العجينه بعد من عندي حليب. الطحين هي كيلو، عمود صرت وتوضح عندكم الفكره، عمود تعرفون ايش قد انا خليت بالكيلو الطحين، ايش قد زيت وايش قد حليب. هنا انا عندي الطحين كيلو، خلينا رشه من الشكر، ضفنا هنا ضفنا ملعقتين، ملعقتين ونص من الخمرة، ملعقتين ونص من الخمرة، الهيل قلنا قبض على مود الفيديو يكون واضح وياكم بالفيديو وش قد خليت المقادير. قبض، هيل، مطحون، هنا أنا قلنا نص قبض من حبة البركة. شوفوا حبايب هاي هسة هنا أنا كملت، حدنا سنجي هنا على الدهن أو على الزيت. المقادير هنا أنا خليت قلاصين من الزيت، شوفوا حبايب
اقلاص هاي من نسيت خليت هنا. انا راح اضيف ويا زيت راح اضيف كوب حليب، كوب حليب نضيفه ويا. هسه صارت عندنا هنا تقريبا كامله وجاهزه، راح اخليها في العجانه وراح تعجنها وراح تطلع العجينه عندي مثل هاي. شوفوا حبايب قلبي شلون صارت هنا عندي العجينه بهالشكل هذا، شوفوها هاي بعدها ما مختمره يعني هسه توني طلعتها، شوفوا شلون قامت تصعد العجينه صارت عندي.